في بروكسل يعقد الأمين العام الجديد لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا أول اجتماع وزاري يرأسه منذ توليه هذا المنصب أوائل هذا الشهر. الاجتماع يعرف حضور ممثلي 4 دول شريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك كوريا الجنوبية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات الابتكار وسلاسل التوريد والإنتاج الدفاعي. وخلال الاجتماع الذي سيستمر ليومين سيركز وزراء دفاع 32 دولة على تعزيز الردع ودعم أوكرانيا. هذا وقال مارك روتا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في بروكسل إنه من الضروري أن يستمر حلف الشمال الأطلسي في تقديم المساعدة العسكرية لكييف. كما ذكر زيلينسكي حلفائه بأن بعض الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة حلف الشمال الأطلسي في يوليوز الماضي لم تتحقق بعد. وفي وقت سابق قدم زيلينسكي خطة النصر إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل سعيا منه للحصول على دعوة للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي وزيادة كبيرة في الدعم العسكري لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.